السلام عليكم أعزائي المتابعين، أتوقع أن معظمكم سمع بكلمة الباطنية، وربما بنسبة أقل سمعتم بالغنوصية جنوستيسيزم. هما تقريبا تيار واحد، وهو أشبه بإطار فكري عام موجود منذ آلاف السنين وحتى قبل كتابة التاريخ، فلا نعرف بالضبط متى كانت بدايته. وطوال تلك القرون خرجت من داخله عشرات الأديان والمذاهب والفلسفات، وما زالت تتوالد حتى اليوم. فهو ليس دينا أو فلسفة واحدة، بل تيار يؤثر على فلاسفة ملحدين وعلى أتباع الجمعيات السرية، وأيضا على المؤمنين بأديان ومذاهب متنوعة. وقبل أن أبدأ أشير إلى أنه يمكنكم قراءة معظم محتوى هذه الحلقة في مقال الغنوصية بموسوعة السبيل، ولمن يريد المزيد أنصحه بالاطلاع على المراجع والمصادر الموضحة في أسفل هذا المقال. ولا تنسوا طبعا الاشتراك بقناتنا قبل أن نبدأ، وأهلا بكم. مصطلح الغنوصية مشتق من كلمة يونانية تعني المعرفة أو العرفان، أي المعرفة الكشفية الإشراقية الحدسية أو الإلهام الذي يكتشف به الإنسان المعارف العليا مباشرة من خلال التأمل ودون حاجة للوحي والعقل والتجربة. إذا عدتم إلى سلسلة لماذا آمنت بالله على هذه القناة أو إلى مقال مصادر المعرفة في موسوعة السبيل، ستجدون المزيد من الشرح عن العرفان والكشف. إذن الغنوصية هي فلسفة تضع نفسها في موضع الدين من حيث اهتمامها بالإجابة على الأسئلة الثلاثة الأساسية للأديان، وهي المبدأ من أين جاء العالم، الغاية لماذا يوجد العالم، والمصير إلى أين نحن ذاهبون. الأنبياء يجيبون على هذه الأسئلة الغيبية من الوحي الذي ينزل عليه من الله ثم ينقلونه إلى الناس، والعلم لا يستطيع الخوض في هذه الأسئلة الوجودية لأنها تتخطى مجال الحواس والتجربة، مع أن بعض العلماء غامروا في هذه الأمور مثل ستيفن هوكينج، وسبق أن قدمت ردا مفصلا على مزاعمه في حلقة بعنوان حرية الملحدين ضمن سلسلة الإلحاد غير البريء. أخيرا، هناك فلاسفة وتحديدا الباطنيون الغنوصيون الذين يزعمون أنهم يتوصلون إلى هذه الأجوبة عبر الطرق السرية الباطنية. إذا سألتهم كيف، سيقولون أن المعرفة وصلت إليهم مباشرة عبر الاتصال مع كائن خفي يسمونه المطلق، وهو ليس بالضرورة إلها خالقا منزها كما يعتقد أتباع الديانات، بل هو كائن غامض وله تسميات مختلفة حول العالم مثل الكلي والتاو والطاقة الكونية والقوة العظمى إلى آخره. فمن خلال التأمل وما يشبه الصلوات عند المتدينين وممارسة طقوس أخرى مثل اليوغا، يزعمون أنهم يتصلون بهذا المطلق فتأتيهم منه المعرفة الإشراقية مباشرة، تماما كما تشرق الشمس على الأرض فتعطيها النور تلقائيا. وكذلك هم يزعمون أن المطلق يشرق على قلوبهم فيأخذون منه المعرفة بدون أي واسطة من جهة أخرى، لا ملائكة ولا أنبياء ولا عقل ولا حواس. أما مصطلح الباطنية فيطلق على من يعتقد أن لكل شيء ظاهر وباطن، أي لكل نص تأويل خفي ولكل كلمة معنى سري، سواء كنا نتحدث عن تأويل القرآن أو التوراة أو أي نص آخر. وهذا المعنى الباطني السري قد ينكشف حسب زعمهم بالإشراق والإلهام أيضا، أو كما يقول بعض الفلاسفة المؤمنين بالله أنه إلهام من الله لبعض الحكماء المتصوفين وليس من المطلق ولا الحقيقة الكونية. إذن هذا التيار موجود كما قلنا منذ ما قبل التاريخ، وربما لم يرسل الله نبيا إلى قوم إلا وظهرت من بعده طائفة من الفلاسفة أو الكهنة الباطنيين الغنوصيين يحاولون احتكار هذا الدين ويفسرونه على طريقتهم، ويزعمون أنهم هم وحدهم الذين يمكنهم الاتصال بالله وتأويل الوحي وتعليم الناس، وهكذا حتى ينطمس هذا الدين ويصبح مجرد فلسفة وثنية خرافية تعبد الشياطين بدلا من الله تعالى. أحد أقدم أشكال الغنوصية التي نعرفها يسمى الهرمسية. لدينا مقال في موسوعة السبيل اسمه الوثنية، أوضحنا فيه التداخل الذي حصل بين قصة النبي إدريس عليه السلام وبين شخصيات عدة تحمل اسم هرمس. يبدو أن الكتب السماوية التي أنزلت على النبي إدريس عليه السلام الذي أرسله الله للناس بعد آدم تعرضت للتحريف، فينسب إليه كتاب موجود حتى اليوم اسمه متون هرمس. ويقول الغنوصيون إنه يضم حوارا يجريه الحكيم المصري تحوت أو اليوناني هرمس وهو إدريس نفسه مع تلاميذه، فنجد فيه خلطا بين عقيدة عبادة الله وبين الخرافات والتحريفات. وهذا الكتاب هو المصدر الأساسي للفكر الغنوصي الذي انتقل لبقية الأديان. الكتاب يزعم أن الله يتجسد في الشمس، وأن الشياطين ليسوا سوى ملائكة سقطوا من السماء وسكنوا في الأفلاك والكواكب بعد أن غضب الإله منهم. لاحظوا الربط هنا بين سكنهم في الكواكب وبين قصص الكائنات الفضائية. ويزعم الكتاب أن الشياطين أنصاف آلهة وهم يتحكمون بالقدر ولا يخضعون له، مع أن الإله الذي هو الشمس هو الذي أوجدهم، إلا أنه ناقص وليس مطلق القدرة، فهو غير قادر على دفع ضرر الشياطين كما أنه عاجز عن التحكم بالبشر وبالعالم دون المرور بالملائكة وكذلك بالشياطين الذين هم كما قلنا ملائكة ساقطة. بما أن هرمس لدى الغنوصيين هو حكيم الزمان،
فنسبوا إليه كل كتبهم التي تشمل كل مجالات المعرفة التي كانت متداولة في العصور السحيقة، حتى صار عدد كتبه في عصر البطالمة بمصر القديمة أكثر من 36 ألف كتاب. أنا أتوقع أن الكثير من هذه الكتب من وضع السحرة على مر التاريخ، وربما أيضا من التعليمات التي يقدمها الشياطين إليهم. ومع أن معظم هذه الكتب فقدت أثناء حريق مكتبة الإسكندرية عام 30 قبل الميلاد، وأيضا خلال حملة المسيحيين الأوائل على الوثنيين، فيعتقد بعض المؤرخين أن الكثير من الكتب المنسوبة لهرمس محفوظة اليوم لدى الجمعيات السرية. ومن الكتب أو النصوص المتداولة والمنسوبة لهرمس اليوم نص قصير يدعى اللوحة الزمردية، وهو الذي يتضمن المبدأ المعروف الذي في الأرض يساوي ذاك الذي في السماء، أو هي الجملة المتداولة في الغرب As above, so below. حتى هناك فيلم رعب أنتجته هوليوود بنفس الاسم قبل بضع سنوات، وهو يتحدث عن قصة شباب نزلوا إلى سراديب الموت في باريس المليئة بعظام الموتى، والتي كانت أيضا طوال قرون مرتعا لعبدة الشياطين والسحرة. اليوم يعتبر مدربو التنمية البشرية هذه العبارة من مصادر الحكمة، ويلقنونها للناس على جهل، وربما بعضهم على علم، ولكن أيضا على ضلال. ومعناها الحقيقي هو تأليه الإنسان وحلول الإله فيه، وهو أساس عقيدة الجمعيات السرية كما سنرى في حلقات أخرى. بالنهاية أصبحت الهرمسية تضم ثلاثة أنواع من المعارف. الأول هو الخيمياء، هي التي تخلط بين الجانب الروحي الخرافي وبين الكيمياء التجريبية. الثاني هو التنجيم، الذي يخلط بين الشعوذة والسحر وبين علم الفلك. والثالث هو السيمياء، التي تخلط بين السحر واللغة. لذلك تجدون أن الغنوصية تخلط دائما بين علوم تجريبية وطبيعية وبين السحر والخرافات، وبالنهاية تصبح مجرد وسيلة للتواصل مع الشياطين، وهم لا يرون أصلا أن الشياطين سوى ملائكة ساقطة أو أنصاف آلهة، وربما زعموا أيضا الاتصال بالمطلق والكلي. عندما نتحدث لاحقا إن شاء الله عن حركة العصر الجديد New Age التي انتشرت في ستينيات القرن الماضي بالعالم الغربي وصارت موضة طاغية، ستجدون كيف تتقاطع كل هذه الأمور مع بعضها، الغنوصية مع السحر مع اليوغا مع الهندوسية والبوذية مع القبالة اليهودية مع التنمية البشرية وما يسمى بعلوم الطاقة والريكي والماكروبيوتيك والفونغ شوي، وكيف يتم ترويج كل هذه الخرافات عبر أفلام هوليوود والموسيقى وحتى المناهج التعليمية، بل أيضا عبر الأمم المتحدة نفسها، وهذا كله يصب في أجندات الجمعيات السرية طبعا. ننتقل الآن للحديث إلى نظرية الفيض. هناك تياران كبيران لمحاولة تفسير الصلة بين الإله والطبيعة. التيار الأول يقول إن هناك دائما صلة سببية بين الإله والعالم، فالعالم مخلوق والإله هو الذي خلقه، وهذا أساس الأديان السماوية مع بعض الاختلافات طبعا. أما فلاسفة التيار الثاني فيعتقدون أن هناك مشكلة في الارتباط السببي بين الإله والعالم، لذلك يفترضون أن الكون أزلي بلا بداية مع أنه مخلوق. لا تسألني كيف هو مخلوق وما له بداية، فهذه الخرافة حتى الفلاسفة وبعضهم مسلمين لم يستطيعوا تقديم حجة مقنعة لها. المهم أنه من داخل هذا التيار الثاني ظهرت نظريات كثيرة، ومنها نظرية الفيض على يد الفيلسوف اليوناني أفلاطون في القرن الثالث الميلادي، ثم تأثر به الكثير من الباطنيين في أديان مختلفة بما فيهم فلاسفة باطنيين داخل الإسلام مثل الفارابي وابن سينا. وهناك تسلسل فلسفي للمسلمات التي وضعوها حتى وصلت بهم إلى القول بأن الإله الواحد يفيض عنه شيء واحد سموه العقل الأول، ثم يفيض عن العقل الأول عقل ثاني ثم عقل ثالث وهكذا إلى العقل العاشر، وهو واهب الصور، وهو الذي قالوا عنه إنه مصدر عنه العالم السفلي الذي نعيش فيه. وأصل هذه النظرية الهرمسية التي كانت تعبد الشمس على أنها الإله وتقدس الكواكب على أنها ملائكة أو شياطين، وهم ملائكة ساقطة، وهؤلاء هم الواسطة بين الإله والعالم. نعود الآن إلى تأثير الغنوصية في التاريخ، لنجد أن هذا التيار انتشر بشكل طاغي لدى أتباع الأديان الشرقية كالهندوسية والبوذية والطاوية، فكتاب الفيدا المقدس لدى البراهم الهندوس مليء بالغنوصية، ثم تلقى بعض اليهود هذه الأفكار وأنتجوا مذهب اسمه القبالة بالعبرية أو باللغة اللاتينية كابالا، ويزعمون أن للتوراة معنى خفي تستخرج منه الأسرار، وسأشرح لكم هذا في حلقة خاصة إن شاء الله. تغلغلت الغنوصية أيضا في المسيحية في أواخر القرن الميلادي الأول، وفي الإسلام تبنتها طوائف شيعية، فظهر منها مذهب الإسماعيليين والدروز والنصيريين الذين صار اسمهم الآن علويين، وتبنت الغنوصية أيضا طوائف من المتصوفة السنة، فظهرت نظريات عن التصوف الفلسفي المتطرف نجد آثارها لدى محي الدين بن عربي وعبد الحق بن سبعين. ولمن يريد التفاصيل أحيل إلى مقال التصوف في موسوعة السبيل. أيضا كما قلنا تأثر بهذه الأفكار فلاسفة آخرون مثل ابن سينا، ومن أفضل ما ألفه المسلمون للرد عليهم ما كتبه أبو حامد الغزالي في كتابيه فضائح الباطنية وتهافت الفلاسفة، ثم من بعده ابن تيمية رحمهم الله. إذا بالخلاصة الباطنيون يتشابهون في المعتقد الأساسي مهما كان دينهم، ويؤمنون بأن المعرفة الباطنية الغنوص تكتسب بالإشراق أي بالإلهام، وقد يتطلب ذلك التحرر من الماديات والتقشف وممارسة اليوغا والتأمل وسلوك طريق الزهد حتى تتجلى على العقل الحقيقة والمعرفة.
المعرفة، أو يتطلب ذلك العكس تماماً لدى بعض المتطرفين، وهو الانغماس في الملذات والفواحش وتعاطي المخدرات حتى تخرج الروح من الجسد كما يزعمون وتتصل بالحقيقة الكلية. والذي يحدث فعلياً هو الاتصال بالشياطين وليس العكس. وحتى الذين يؤمنون بالوحي من الباطنيين فيرون أن النص المقدس بحاجة إلى تأويل سري باطني لاكتشاف الحكمة السرية المخفية في النص، كما يقدسون أيضاً ما يتركه الحكماء العارفون القدماء من التعاليم والتقاليد التي اكتشفوها باجتهادهم وكشفهم وإلهاماتهم الشخصية كما يزعمون، ويرون أنه يجب إبقاء هذه الأسرار خفية عن عامة الناس. لذلك لا تتفاجأوا بأن هناك طوائف مغلقة مثل الجمعيات السرية تماما، ومن أشهرها لدينا النصيرية العلوية والدروز. فهؤلاء يعلنون صراحة أنهم لا يكشفون أسرار دينهم لأبناء الطائفة نفسهم إلا بعد سن معينة وبعد ما يتأكدوا من ولائهم. هذه الحلقة هي مقدمة مختصرة لتيار هائل من الأفكار الخطيرة، وستكتشفون معنا في الحلقات المقبلة كيف تغلغلت هذه الأفكار عبر الطوائف المغلقة والجمعيات السرية وفلسفات وتيارات كثيرة، وحتى عبر الإلحاد والعلمانية وأفلام هوليود، وكل هذا من أجل هدف واحد وهو إبعاد الإنسان عن مسار الوحي وتوحيد الله. سنواصل أيضا اكتشاف هذه الأسرار وتأثيرها على عقولنا ومصيرنا وأدق تفاصيل حياتنا بإذن الله. فساهموا في نشر هذا الفيديو والفيديوهات اللاحقة والسابقة، ولا تنسوا أن التفاعل بالإعجابات والتعليقات والمشاركة يزيد من فرص انتشار هذه الفيديوهات. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.